أوديولابي، شارك المعرفة. السلام عليكم أيها الرائعون، بداية ندعوكم للاشتراك بقناة أوديولابي وتحميل تطبيقنا. سبع استراتيجيات للتعامل مع الأشخاص الغيورين والحاقدين. عندما يشعر الشخص الذي أمامك بالنقص أو الإهانة، فإنه عادة سيعبر عن مشاعره في شكل غيرة أو كراهية. من الممكن أن تسبب لك هذه المشاعر مواقف غير مريحة وتجعلك تشعر بالضيق فقط لمجرد أنك شخص ناجح. لتعزيز ثقافة العلاقة الإيجابية، سنقدم لك هنا سبع استراتيجيات ستساعدك على التعامل مع الحاقدين والغيورين حولك. قبل أن نكمل وفي هذا السياق، ندعوكم للاستماع إلى الحزمة الكاملة من برمج عقلك على الثقة بالنفس، توكيدات إيجابية صوتية لبرمجة عقلك الباطن. حمل نسختك الآن عبر تطبيق أوديولابي. أولاً، تجنب أخذ الأمور بشكل شخصي. اعلم بأنه عندما يشعر شخص ما بالغيرة منك، فإنه لا علاقة للأمر بك شخصياً، وإنما يتعلق الأمر به فقط. كن واثقاً في نفسك ولا تسمح لشخص غيور بأن يؤثر على مستوى تقديرك لذاتك أو أن يخلق فيك شكوكاً ذاتية. لذلك استمر في فعل ما تفعله وركز على الأشخاص الذين يدعمونك، وذكر نفسك بأن كل شخص يشعر بالغيرة تجاهك يدل ذلك على أنك تقوم بعمل جيد. ثانياً، تجاهل تعليقاتهم. على الرغم من صعوبة هذا الأمر، إلا أن تجاهل تعليقات الغيورين يخبرهم بأنك لا تثبت مشاعرهم تجاهك وتنكرها. ثالثاً، واجههم وجهاً لوجه. عندما لا يكون التجاهل خياراً متاحاً بالنسبة لك، فإن مواجهة الموقف بشكل مباشر قد يساعد على التخلص من طاقة الغيرة السائدة. قم بمواجهتهم وتحدث حول سلوكهم. قل مثلاً: أنا أقدر انتقاداتك البناءة، لكنني أشعر أحياناً بأنك تقسو علي قليلاً. رابعاً، قلل من تفاعلاتك السلبية معهم. إذا تمكنت من تغيير بيئة عملك، فإنك ستقلل من قدرة الشخص الغيور من التأثير عليك. قم بالتواصل مع الأشخاص الذين يدعمونك، بحيث سيصبح من الصعب تواصل الغيور بك. لو تمكنت من أن تصبح صديق أصدقائهم فهذا أمر رائع. خامساً، ضع الحدود. لا تشعر بأنه عليك الاستمرار في الاستماع إلى شخص غيور. ضع حدوداً بينك وبينه حتى تبعد نفسك عن هذا الشخص. حدد وقتاً بشكل عقلي لفترة التعامل مع شخص سلبي، ثم اعتذر بأدب وانسحب من المحادثة. امنح نفسك دقيقة واحدة للتحدث معهم عند الضرورة، ثم قل: سأذهب الآن، يجب التحقق من شيء ما. مع أول تعليق سلبي عد حتى ثلاثة وأنهي المحادثة. سادساً، دعهم يفهمون بأنك لا تقدر السلبية. رغم أنك لا تريد أن تبدو وقحاً وتزعج الشخص الآخر، إلا أن جعله مدركاً لشعورك حياله قد يدفعه إلى تغيير سلوكه. قل مثلاً: أشعر بعدم الارتياح لطريقة التي تتحدث بها معي، أو طريقتك في الحديث تجعلني أشعر بسوء. هل يمكننا تغيير طريقة تفاعلنا حتى تصبح أكثر إيجابية؟ سابعاً، ارفع من مستوى حديثك. مهما كان الشخص الذي أمامك سلبياً، حافظ على تفاعلك الإيجابي معه. أظهر له طرقاً أفضل للتعامل من خلال تقديم نفسك كمثال أو كقدوة. جامل الشخص على سماته الإيجابية. كن لطيفاً في جميع تعاملاتك مع هذا الشخص. ساعد الشخص في تحسين مهاراته في المجال الذي يشعر بالغيرة منه. استمع إلى أروع المقالات الصوتية وحملها مجاناً عبر تطبيق أوديولابي.